فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. بعد أن بلغ عيسى عليه السلام رسالته إلى قومه وجاء لهم بالمعجزات الدالة على صدق نبوته، انقسم بنو إسرائيل إلى فريقين، كثرة كافرة وقلة مؤمنة. ولا يخفى علينا جميعا تاريخ بني إسرائيل في قتل الأنبياء. وعلم عيسى عليه السلام أن أعداءه من الكفار ومن بني إسرائيل يخططون لقتله ويعزون إلى الحكام بضرورة قتله. فلما أحس منهم واستشعر التصميم على الكفر وبرغبتهم في قتله والتخلص منه قال: من أنصاري إلى الله؟ ومن يكون معي في نصرة دين الله؟ ومن يعاونني حتى أبلغ رسالة ربي؟ وذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. والحواريون جمع حواري، وهم أصفياء عيسى الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وصاحبوه، وهم بالنسبة لعيسى عليه السلام مثل الصحابة المقربين للرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير بن العوام. ومعنى الحور في اللغة البياض، وكانت العرب تقول: حورت الثياب، أي بيضتها. وسمي الحور العين بذلك الاسم لشدة بياض العين. وسمى الله تعالى أنصار عيسى المقربين بالحواريين لأنهم كانوا يرتدون ثيابا بيضاء ولبياض قلوبهم وصفائها. قال الحواريون: نحن أنصار الله والداعون لدين الله، ونحن الذين سنقف إلى جانبك لنصرة الحق. آمنا بالله وصدقنا بالله واتبعناك، أشهد أنت يا عيسى بأننا مسلمون مستسلمون منقادون لله بالطاعة والتوحيد. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال: